فرحانين بزاف بالصحافة المغربية ديالنا اللي ديما كتكون مجموعة في أحداث بحال هادي. وخلي عمر توي خلي لي شويه حيت ما بقى لا والو تكمل كل شيء. انا كنبغي نشكركم كاملين وكنبغي نقول لكم انه كاينين شي حويجات زوينين وان شاء الله ان شاء الله كل شيء يدوز مزيان. وجدوا لي دوك الاسئله ماشي عشوائي، الله يرضي عليكم تكيسوا عليا. وجدوا لي هو اول سؤال قلتي لي عدم حضورنا في حفلات في المغرب، هادشي ماشي حنا اللي كنختاروه، هذا نورمالمون ممكن نقولوا الناس اللي مكلفين بالمهرجانات ولا الناس المتعهدين اللي تيديروا حفلات هما اللي خاصهم يديروا هاد الالتفاته. حنا ديما كنبقاو كنديروا اللي علينا، تنخرجوا دي سينجل تنتجوا لراسنا، يعني بحكم انه ما عندناش شركات انتاج كان خاصنا نوقفوا شحال هادي، ما هادشي ما وقفناش وما خلاناش نبعدوا بحكم حتى شهرتنا في الخليج، ما خلاناش نخرجوا دي سينجل خليجيين بزاف باش حنا نخدموا بزاف تما، بالعكس كنفرضوا اللهجه ديالنا المغربيه البيضاء تما باش نقدروا نخدموا بها. وميم طون تنخليو المغرب لو شوا، بغا يعيط مرحبا، ما بغاش مرحبا، راه بلادي ما عمرني غادي نقول شي حاجه. وهادشي اللي مستريسني اكثر ومستريسني عييت انا وعمر على الحفل ديال نهار الجمعه، حيت اول لقاء بيني وبين الجمهور المغربي، فهو ستريس كبير بزاف. كنجاوبك انا على الاقامه الذهبيه، ذهبيه اوكي الو صافي. بالنسبه للاقامه الذهبيه شنو زاد لينا هو انه تعطاتنا انه 10 سنين يعني تولي تدخل وتخرج كيف ما بغيتي، بلس انه الا بغيتي تستثمر مشاريعك تماك، بغيتي دير اي حاجه تماك كتولي القضيه سهله شويه، وكتولي محطوط في لا ليست الاولى ضمن الحفلات ضمن اي حاجه كاينه تماك، فكتكون انت ضمن الاوائل اللي كتكون مدعو لهم تماك. فهذه هي الحاجه الزوينه في الاقامه الذهبيه اللي درنا في الامارات. كما قلت الاغنيه هي ستيل جديد علينا، وديما كنجازفوا بالستيلات اللي كنديروا وما كنخافوش. الاغنيه ما كانتش غادي تنزل بحكم مشاكل تقنيه اللي كتوصل لدرجه انك تانيولي اغنيه كامله تعبتي عليها وخديتي بلوس كو دو موا باش تخرجها، هنا كتعرف انه كاين مشاكل كبر من يعني كبر من انه يخلينا نانيوليو شي بروجي. الحمد لله قدرنا، واخا ممكن نقول لكم راضيين على الاغنيه ولكن ماشي بهذاك الرضا اللي كنا حنايا وكيف حنا كنا متصورينه، فهادشي علاش ما كانش غادي ننزل. هي غير ما جاتش، عمرها ما جات الفكره، عمرها ما جا واحد الناس يثيقوا فيك انهم يديروا لك حفلك انت ديالك خاص، فهاد الحفله ثقوا فينا واحد الناس اللي كنبغي نقول لهم الله يعطيكم الصحه. على راسهم السي احمد توفيق ويسري وانس اللي كاملين في شركه وحده، فثقوا فينا الحمد لله داكشي غادي زوين، ومازال كنتظروا شي لعيبات اللي غادي يجيو في الحفله اللي غادي يكون الوسط اللي غادي يكون ان شاء الله زوين. الكونسير عندكم غدا ان شاء الله؟ غدا ان شاء الله. والبارح لحقتوا الاغنيه، علاش بالضبط البارح لحقتوا الاغنيه والكونسير؟ الاغنيه كانت غادي تلاح في ثاني عيد، كيف ما سبق وصرحنا كانوا مشاكل تقنيه، وانا الاغنيه كان خاصها تغنى لايف مع الناس، دونك واخا تكون قبل الحفله بساعه كنا غادي نحطوها، هذا هو البوان اللي كاين. كنحس بعد كورونا تغيروا بزاف الحوايج، ما بقاتش الناس كلهم عندهم واحد الانرجي وما بقاتش واحد الطاقه بعد كورونا. ممكن فين ما كنجلس مع شي واحد كيقول لي نفس الحاجه. كنتمنى ان شاء الله نعاودوا نرجعوا تدريجيا لحياتنا الطبيعيه وننساو هاد العامين الخايبه اللي دوزنا من حياتنا. بعد الكورونا يمكن نشوفكم في لهجات مغربيه من غير وخارج الجيو، لهجات مغربيه. حنا تقريبا نقدر نقول لك انه الاغاني كاملين مغربيه قليل، الى لقيتي تقدري تلقاي انه لو غيتم اللي لاعبين به لو غيتم شويه خليجي ميكس. في اللهجات وي كانوا دي بروبوزيسيون في الاغنيه كي بوب مع فريق كوري. مي احنا باقيين دابا تنخدموا على الفكره. وهذا السؤال ما عمرني كنلقى ليه جواب الصراحه. هذاك
ماشي كله غير مكاتب. وصراحة أنا دابا مركزة ما نقولش لك مع الوسط، ولكن مركزة بزاف الحوايج في حياتي اللي ما نقولش عندي أهم، ولكن الوقت اللي جا الخير ينفع، وقت اللي جا الخير ينفع. ياك هكا كتقال وقدروا نسولوا عمر هاد السؤال ولا حيت أنا مرة مجتمع ذكوري أنا لن أخذ عمر. سلام سلام صافي نزيد نعطيك فوق منه 100,000. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.